وصلة دي أحو صبر. أول شيء السلام عليكم، الله يبيض وجيه اللي تبرعوا. جاتنا قبل شوي هدية في فقرة بريد الجمهور نواف التميمي من أخونا سلطان بن جلوي المطيري. نعم يستاهل. الهدية كاتب في الرسالة لشخص وهو والله إنه يستاهلها، الوليد البحيح. الحب يا وليد استاهل. ما طلب طلب. يلا ما عليه ابو ايش تاكل غيرها. تعال يا وليد تستاهل. يا وليد تستاهل. ارجع لكم صدورك فخري. تستاهل. احنا ما ادري كيف متحملينك بعد. هذا والله اللي كيف متحمل. بعدين ايش دخلك تستاهل يا ابو ناصر. تستاهل. تستاهل ابو ناصر. ابو ناصر ايش يقول؟ طيب الرجال يعطيك رساله وكلمه اهداء الى اخي الغالي وليد البحيح. هذا تقدم تخين الغالي. هدية بسيطة مقدمة من أخوك سلطان بن جلوي المطيري. بيض الله وجهك يا أبو جلوي، وأنا أتمنى لك تقرأ الاسم صح. إهداء إلى أخي الغالي محمد بن ناصر. استاهل يا ناصر. يلا وليد عامر. 10 10 10. طيب طيب يا شباب طيب. طيب نكمل نكمل بشكل سريع يا شبرانا. بس بس معاذ عنده عتب على فريقه. وش عتب؟ فريقي الله الله بلمة يلا فينا. أقوى في الفريق. سبع سبع.